هذوما تينو شحال كاري نلقيني مزيان غير شحال وانيت؟ انا نزنوزه درت 170 ميزين زنوزه درت 170 الف درت 170 الف شحال خاسر تمقى لك يا زام ويا زيم شحال راس حورين العام وانتين هذو يا زي شي عاد مزيان غير خرو 10 و 11 شهر 12 شهر وعدي شي اش كذا فجحني عشتني مزيان فجح ذاك الزاده سبب دريزه كلشي زاك كلشي زاك الزاده فجح سبب متعدد الخدمات متعدد الخدمات ما شاء الله يا عمي البركه وهذني ذاي شحال 170 ربيع 170 هذاك سيدي كاري زاك سيدي كاري 170 رف درت او دي كارين درت 170 الف ما شاء الله درت 100 درت 170 الف عزيزي يا عزيزي شي عاد موثو في الثمن اليوم انا درت 170 الثمن مناسب المليح عيني ولكن جا شويه تنري غير نهار دي السفتي مزوان ولكن ما شاء الله ما شاء الله نزرق غير نطيق العاد سرق غير حامل فكان 600-650 الف حتى زيد فعلا وجا شويه تنري غير بزاف توقع راه توقع راه ذينا الصراع تسمى الماكلة من هذا ميسار الماكلة صغيرة غير ميسار مسلمة. اش كنت صغير مع هذا يوما؟ نمشي يوما نشير عبير شي الماء وشي لقين غاية عبير خصن وزنز البركة ني العدو وما ذلك تسمى من كاين غودي البوشين حاجتي تسمى غانا ماكلة نسني غير غاية الطاس. ماكلة تسمى ماكلة ني التحوري غير غاية الطاس ميزي ماي ميزي ماي الزنز عيني وفجاح ولا ذا سباب ولا عيني تسمى مباركة هو بزاف ذي ذرق انك بانه سبب انت السبب اللي غرايا وانيتين واش من غادي نقول ورا السبب اللي غرايا وانيت ذيني الجمنة ذمي الساق في الجاح تزدي تعاود مثلا تزدي تعاود ربيع مثلا وني ويقنع شي مثلا سجن الثمن مثلا نصل باركة من ميوش ربي العالمين ويدا حوري مثلا سترت 1000 درهم يقارك يخصها يلعب 1000 درهم 1000 درهم يعيني مثلا المرابحة الزيادة بزاف بزاف ايوه بزاف صراحة وقال ماري بك ماري من خان سقسم قناة قاشين طلب 10000 15000 البركة على عساي ورد سنعاون لي الله سنعاون اسمه ريدي كسابا وريدي نكسب كسيب فيا قاد وهم السوق نسفنا مو في الثمن لا السوق نسفنا هذاك شوية تنري غرايات طاس لك سري غرايات طاس زي الأسواق نش غارب نبو عياش سوق من نبو عياش سوق السبثين يعدون دانيتا الزنزة لغي حوريين سميتين وثمانين سدر تاراف ولكن حتى السوق ينهار غي جا غي جا الدجاج المرفوع عندي غرا بزاف تما يطاف عليه غرا بزاف ما نسقسيك شي يوما بزاف في وذان راح نقينا يندوزن عيدنا شاكن باش نقينا يندوز ظهيري قاري في ساعة قاري من غادي نلقي مسريثة ثانيتين هذا مسريثة هنا بحالي وذاني عيني غاسن مثلا ناب عي وذان مثلا هذا عيد يندوز غاسن حق واحد عيدنا يندوز حسن زي حوري يتنقم حسن يتنقم يا خاص حسن زي حوري لو خا نعم سي حوري تاوي 5000 درهم ها انت يندوز هذا راح نابع يوذا مثلا ثوين اسم اليول فرانك مثلا 200-250 الف هذا حد يعيط شارك عندك صابع يوذا حتى سبعه نزرا يوذا سبعه كريم قرن يدق مليون ونص ثاني مليون دشقا لا السبت نهار زعما يوقع جن الارتفاع ذي الاسعار بالنسبه للعيين رعيوض الله يحسن عون الله يحسن عون مسكين الله يحسن عون فوري ثن المساكين مره هو انت شنو ما تصحيت نشكاريش نتقاد شوم ان شاء الله تعالى عواش مبروكه ورعيد لكم ليمون ان شاء الله تعالى ان شاء الله شكرا قيمتك كاين غير مهنا سيما ماني غنعدا عاد وطاس درتي سمات مزداغ نعرف النغ سنه تنسي السوق نسف ام مسلم من بين اكبر الاسواق غنغ نتيك من تلقى نعرف قيمتك حقا عاد مثلا سيما نغ نتين كي السوق نسف من بين اكبر مقرن الاسواق نتين كارف السوق نسف ثم تنو بكاريا ما شاء الله تبارك الله يتبنى في كريم غا ما شاء الله شحال 550 واش مشي ناس اللي طلبتك؟ صغير سبب لا صغير 550 550 مبروك هذو مات لا يبارك فيك يتبنى كاري المستوى صغير يا خاص صغير الخان تبارك الله جا شويه نهار الخام جا البركه شنو في الثمن؟ الثمن المليح يعجبك؟ يعجبك الثمن واش تسقي خوف الجاح ماكو سبب؟ خوف الجاح خوف الجاح ما شاء الله انيس من جهه زياريف؟ مزور زواكي اشكف جاح نو النش قرب قرب 550 تبارك الله سيدي شفتي كاريات نزاك سيدي شفتي كاريات باعي كاري ما شاء الله يخرق لك كاع كينيك ماذا؟ اش كيتي عجنه يومانيه؟ نش اش كذا فجاح؟ فجاح كارنتي فجاح ذاك الساعه اثنين
واش تفدي مع الغاك شو كان؟ لا عاد غاي البركه. كي تي بدا ثمان غيزان كاريه؟ احور يوم قرن راهي خاص. احور يوم. احور ويد 7000 درهم 7500 نراقه 5500 مزيوي واكازا. ماني نزراك وسني عاد؟ احور يوم سيقي مشي احور يا خاص داك ستريف نعرف فويرتي. ايوا. داك سبع 1500 درهم 1000 درهم راه والو قا نعرف احور يوم قرن. ماني اخي جاركو يا هما؟ كاع كاين كباع باين. كاع كاين ابابك موسخان كنا؟ ابابريين. ابابريين وني خصنا غا سياحه ذومات. مرحبا معتمد بابري معتمد بابري مخزار مغيت باني غاسار خاسيدا يعني مزيان واش مخجة تمز عوريا مزيان يغرى يغرى زي 250 تكساح يغرى الطاس يغرى بمعنى الكلمة ذي نقام زي 15000 تسوم اش كان ماذا فجاعي بشعر ذي عرش ذي وكلان وغاقاث وغاو نعرش شي الطاس نعرش يا شن نصيب ذا مزيان 50 100 70 ذي نوا نتنقوا ذي نوا جيشي ونتك شي الطاس شن غانر كورا وثا ذي خروا وان شي دم واحد نتون تفغى بعد وانت سنتي شنو كان يوما نعج سوا عشر ذي من ذي الدرا تاسك زاو الدرا دو الزو الف الصال فوراش الف الصال فوراش تسمى لي غرايا المواد نعرف لي ناس هاي في الجاحه نسمح نقي ما ناكل شي اسمح نقول كان في الجاحه نسمح نقي ما ناكل ون غاي الزنزني قاك وجا على نعاود غاد الزنزو لماذا ما ناكل غرا الطاسي من ديتك 6 درهم نخريت 4 درهم الفصات حيتاش نار هنا راه حيتاش نار في البالون راه قد ايدك حيتاش نار الفصه الفافا فافا ديك حيتاش نار الدراتك 9 دورو كيلو اي فونت كن 9 درهم 9 درهم روم 85 دورو يا البالا شحال التيكارين نعم شحال التيك 6 تيكارين هذه الشبعه داج 7 درهم 8 درهم السلام عليكم 7 درهم 8 درهم يومين بنا ما كاك عام ونتين وهي 7 درهم 8 درهم شحال عايش قادر 865 وقاسر حساب واخا صغير تصباط راه كيلقى ميغرا فهمت لغه في الجاح خصها دعم نجي نطلب الدعم زاد الدوله خصها الدعم في الجاح مباشره وجيشات الدعم سبب دي تاوين الالاف زي اسبانيا خصها الدعم الدعم في الجاح هذه يخدم الدعم وراه يخدم في الجاح عندها كاري سمح لي كاريان في الجاح عندها كاري في الطقها صافي يكمل في الميس يحر كليلي وسي جماي منايا بارق الجل جفاف اتصد زيد حانوت خيغرا ما يسوسين وكان انا السوق يا عم ما شاء الله يا عم 95 قيميه زرغا 95 قيميه من الزهرة كل شيء زرغا اغلبيه 95 90 قيميه كل شيء زرغا من الزهرة في الجحن ذا ايش النصيب ضام زين 5 قيميه ما راقدة كارين ماضمه اغلبيه كل شيء زرغا الميد الحركه زغان غشني انا تني كاري على نقضع كسيف سكورشيا افونا زين نقضع كسيف سمعني كسيف جاحن كورشي مار لما تنو مختلط يعني قصة ضروري تسمى الدعم الدوله في الجاح والا تسمى في الجاح عندك كاريف في الجاح لا صافي اذا راح في الجاح انا تين ونغايزن شي ونغايزن شي قصقيك فيه يوجع الخدمه يغرى اجوا ورا قيمك اجوا ورا هذا كارو تسمى غادي ندير المتابعين المشاهدين قناه ريفني تي في ايوا يا خص الحال كل شيء ملاه بالنسبة لي شك صغيرة ولا كنت شقة ايوا وانت ضجة احوري ميسي ما صغي ما عيالنا احوري يا خص خص يا غرا اشو ما حور ربي هذا عيد نقاي مسر من ان شاء الله ان شاء الله اخنا ما نغاسي ما نعاد سنه تنزي السوق نسف مخزار مكوريج دوارينس اكي سبابا نزل السيده وريتيني صغير كاري مخيت بني كاري خاص يعني مغا سوا تاس اسباب انك كان مقرا ناقصا راك ولكن اللي مزيان انك غران او عنزا شو كان مزيان ذنيتين السوق نسف كيف كان شحال يوما الطلب 310 310 بس كاين غوسين دوا كاملين مرغوبين شلوح شلوح 310 8 كيلو كيلو خش فينك هي طلبت 10 درهم طلب درت 110000 يوما ما شاء الله كارين شلوحي ما غاشي ما غنو سنتين السوق نصف المغزار غزاش يجي مقران غزاش يجي مقران خطاك المجتمع ما شاء الله ما شاء الله باحي كاري تبني كاري الشلوح
زين معاك. يا زين يا صاح. يا زين. ما يقولوا. 2800. وشي ناس؟ طلب. درهم. 76% قلت طلب انت. نيازي شو ناخذ شو ناخذ؟ هما تجاش نبيع لها كي ما رسقش كي السف. انت شوي نبيع وشرا؟ شوي شوي تحرق. علي باغي يداوي موحدي الدبان والبحوث. ها؟ موجود داني تين سوق السف. ما شاء الله ولكن تمام كتب انا كنت. عاد قناه كيكون ميت مثلا سي مثلا خصني تنزل السوق السفت مسكاكي وذانا مسوق غي مزاغ يدي سوق نغا سوق السفت زي كره مكان المناطق سن سوق السفت نغا سي وذانا الطاس زي عرفنا غي كمال لكن غي جندو مات. السلام عليكم دو مات. وعليكم السلام ومام غتجيت ما يستو سيد ما من ذا ندين بان مكان شتي استاذ الحسين ما زين ندين نهار نقاد الدوره السفت مزورنا ما خصنا السوق اسبوعين السوق مزورن غادي نجي السوق طويل في قيمغا يعني تزمت جماعي ونزل المناطق اخرى اللي استاذ ندين الحسين من ديال سقن الكامبو الحسيمة وتزن زيفارا الحسيمة الداخل مغ نزار نهار السوق عمار حار يعني مقارنة يمكن نكسف نكي عذان نهار يجا شي حاجة نكسيف تجا يعني ولكن شنو قد سميني وقع العام الاسعار شي حاجة قورين يعني الاثمنة قورين ايوا نسيت نقاد الدورة خص واحد اثنتين نزون زاو ما راه كذا ما نقشي غنصو كذا بشي ان شاء الله ذيني الاسواق النور نتي دي تاسن واخا ما سقتي واخا مربيتو في السوق واش عاد لفت ما وصلت زيك نرى لا وصلت شي حاجه ماشي زيك مي مخ حمو خصم الاسواق الاسبوعيه هذا ولا تاسن رفجات مي كان رفجات شي شي حاجه من ما بين 9 ونص سنتين الناس باش توري يعني زوج تسخمر في شي سنه الله ما راه يتجان مكتف يسخ بنادم يعني في السوق الثمن السوق بالنسبه للاثمنه قرو يعني الموضوع اول ثقه كل شيء سنتي وذان يعني السوق يوري شي حاجه يوري ماشي شي حاجه ما دينش شي حاجه يوري يعني مقارنه انا كل عام ني اذان ذيني الفرق بزاف لكن اظن الفرق ما بين كي الجدري الصغي كاري 200 الف هذه سقس 280 الف هذه حتى 1000 درهم حتى 1200 درهم زايده زايده العام ني اذان يعني واه الاشكال ينوفى يعني وخلي شي حاجه المنافسه ني ذانيتي المضاربه ذانيتي يعني يظهر شنو نتمنى زعما كسيف تقيم بافينس باش يعني الثمن يمكن قل ولكن هما تنو سقسي هذا مع سباب اللي فجع قال لك كاع يعرف انه غنخشي فجع عندنا سمح لنا قد تربيه المواشي اغلبيه ذا هو كان قال لك نزير غاب سوي نيت وقع سن يعني الثمن يمكن تيرين شي ناس من الاخر منطقه الحسيمة الجفافي كي جا هنا كنزا ينقاس يعني بنا ما يقصح شي حاجه باش يدير بارك سيفيس اما خذني شيك ربما مخذني داوين كتيف زيفاره هي تداوين ولكن الاثمن الناس ميزا غداوين كتيف زيفاره ما تيش المواطن عيشتن وثاني حاجه من ميزي طوض وني ديوين كتيف دا يتمنى انت يزنز الجمله ويزنز يجي الفرد ما بقى يفجحن يعني هوني الاشكال انت ما يزنز الجمله قيتو اذا كست الثمن ايوا ما راه قيم يزنز كتيف ديال 900 دا هذه شتي شتي يعني هذه شي حاجه الاثمنه طالعه وزيدون حاجه ويستنايم اذا قا يعني من تسجل جند سباب يعني تعاود يعني غينات يتيري جند الثمن قل يعني الثمن خطا يعني انت ما خيصا وما خيانو ميناس زيك تيري السوق يعني مو هذاك اللي غيجينيت السوق يعني يوري شي حاجه بزاف المواطنين شنو مغزار ديك العزيمه غيصا وانا اني تصدمت ما خلي ديك جند الثمن يتغي ما ديش يعني وخليه يزو يسنقص والو يعني مغزار يجي يربي على راه الاغلبيه انه يجيبو ربي على الطاس كان الطاس ماشي قليل الدوره السوق الدوره غير تكمل شي قليل يساق جيبو شي بزاف لان ما يمن بدا 100 ولا بنادم يخزوها يتقسى يتك الثمن يعني باش هذه زعما تيجي الثمن يوري شي حاجه
العائله الظروف شي حاجه المعيشه هي الاسعار يعني قصح شي حاجه من هذا ما تنسقسيش شكون منها مو زعما سقسي كريم ما تجيش تهرس واحد رئيس روح الفكره راه غاي الناس اذا سوق السوق مزور الناس زاغ ما يجي شي نار خا يجي شي بريف ما يسوق يجي شي يعني ذي الاسواق ذين ذي الشارع ذي نارواضي حيت من حالي تمني الحال وصيغ شي نار واخا تجيش تهرس واحد رئيس على حسابي راه غنشني راسي بكذا شي حاجه ذني ما يكذبش نسوق ويكذب شي يا رب العالمين ما قرانش على ذي الخير الجميع نتمنى الله يجني سنتين كاروت نقيو ذاني كيزنو زاني يسبب اني اصحاب التجاره يعني خصها تقيو ذان اوي من البركه نكون غزام ذاك اما غاد عيد نتنين اما غاد تقيو التجاره نكون متى المحاله نكون رب العالمين باش نرزق ان شاء الله المستقبل هذه غير الخير ان شاء الله ايوا يعني خليك شنو ماتينو صحيت شكرا عينك تميمون ان شاء الله بارك الله فيك تحياتي